مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب وبنكمل مع بعض دراستنا في الأناجيل وبالأخص في موضوع معجزات شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الرب يسوع سأل تلاميذه يوما وقال لهم من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله ولأجل هذا رد يسوع عليه وقال طوبى لك يا سمعان بن يونا وعلى هذا الإيمان بنيت الكنيسة وتأسست كنيسة يسوع المسيح على الإيمان بأن يسوع المسيح هو ابن الله الظاهر في الجسد هو الكلمة الذي حل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا معجزات المسيح جزء من حياة المسيح عندما أتى الرب يسوع إلى عالمنا عاش ك... ك... ابن الإنسان عاش في عالمنا وأظهر من خلال حياته ومن خلال تعليمه ومن خلال عطائه ومن خلال أيضا معجزاته التي صنعها في كل مكان أظهر أنه شخص غير عادي أظهر أنه الكلمة المتجسد أظهر أنه صاحب السلطان الذي يستطيع بكلمة أن يشفي وبكلمة أيضا أن يقيم لكن في سؤال دايما بنتساءل بخصوصه وهذا السؤال هو موضوع حلقة اليوم هل معجزات المسيح دليل على أنه إله؟ تم موسى عمل معجزات وإلي عمل معجزات اليشا عمل معجزات وتلاميذ الرسل أيضا عملوا معجزات هل نقدر نقول أنه هؤلاء المعجزات اللي عملوها تجعل منهم آلهة أم أن معجزات المسيح معجزات مختلفة؟ ودليل معجزات المسيح على ألوهية شخص المسيح دليل مهم جدا لكن قبل ما نبدأ نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل عنه حابب آه حابب بس أقول أن لاهوت المسيح مش مبني على معجزات المسيح فقط لاهوت المسيح ده موضوع كبير جدا مبني على أشياء كثيرة جدا من ضمن الاشياء اللي مبني عليها لاهوت المسيح انه المسيح له اسماء الله وده موضوع مهم قوي هناخده بالتفصيل ان اذن الرب في الحلقات اللي جايه انه المسيح له اسماء الله المسيح لقب بالله لقب برب لقب ايضا بابن الله ايضا براهين لاهوت المسيح حاجه ثانيه المسيح له صفات الله الصفات التي يتصف بها شخص الله وصف بها المسيح وصف انه ازلي وصف انه كلي الوجود وصف انه كلي العلم وصف انه لا يتغير انه ايضا كلي القدره. الاشياء الاخرى او الدليل الثالث على برهان كبرهان على لاهوت المسيح ان المسيح له اكرام الله وهذا ما قاله ايضا الرب يسوع انه من يكرم الـ الـ انه الابن له اكرام الاب. نفس اكرام الاب في يوحنا 5 وعدد 23 ايضا لاهوت المسيح مبني على اعمال المسيح ما اعمال المسيح العظيمه كمعجزات واظهر رب يسوع من خلال هذه المعجزات الخلق عندما خلق عين جديده للاعمى العنايه اهتمامه ب انه يعمل يوم السبت الى اخره غفران الخطايا كل هذه المعجزات اكدت لينا على من هو يسوع المسيح. هكمل الجزء ده بس عندنا مداخله من الاخ ابو سامر من السعوديه. الو؟ الو؟ اه طيب. من فضلك حاول تتصل بينا مره تانية غالبا الخط وقع. فاحنا سعداء ان احنا نستقبل مكالمتك للمرة الثانيه المعجزات الرب يسوع عملها بتظهر كل هذه الاشياء وانا اتكلم في الحلقات اللي جايه عن موضوع لاهوت المسيح من الاناجيل وليس من اي حاجه ثاني يعني يعني دايما اخواتنا المسلمين يقولون قولوا لنا اين قال المسيح اني انا الله قولوا لنا اين قال المسيح اني الله واعبدوني وانا أحاول انه بس هتكلم من الاناجيل عن لاهوت المسيح في الحلقات اللي جايه. فلاهوت المسيح مبني على اشياء كثيره جدا ومش بس مبني على المعجزات، المعجزات معجزات المسيح هي تاكيد يعني المعجزات مش بس دليل لكنها تاكيد يعني اتكونفيرم بتاكد بتاكد على انه ما قاله يسوع عن نفسه هو حق، طب يسوع قال حاجات كثيره عن نفسه. يسوع قال: أبي يعمل وأنا أعمل حتى الآن واليهود لما سمعوا الكلام ده يعني مسكوا حجارة عشان يرجموه وقالوا إنه مش بس بيكسر السبت لكنه جعل نفسه معادلاً لله. جعل نفسه معادلاً لله. المسيح قال: أبي يحيي وأنا أُحيي وخد صفة إنه الإله الذي يُحيي. أيضاً قال الرب يسوع: أنا هو القيامة والحياة. قال إنه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. قال أنا والآب واحد جعل نفسه معادن لله الرب يسوع أيضا كان يقيم ويشفي ويغفر الخطايا مغفورة لك خطاياك كل ما قاله يسوع عن نفسه في الأناجيل ما يؤكد صدق قول المسيح عن نفسه هو المعجزات المعجزات تؤكد لنا أن ما قاله يسوع عن نفسه ما قاله عن شخصه عن طبيعته عن لاهوته عن مساواته للاب عن انه الكلمه المتجسد عن انه هو والاب واحد كل هذه الاشياء قالها يسوع عن نفسه يؤكد المعجزات او تؤكد المعجزات صدق الرب يسوع في كل ما قال وهنتكلم عن الجزء ده لما نيجي نتكلم بتفصيل عن لاهوت المسيح لكن قبل ما نتكلم عن المعجزات وهل المعجزات دليل على أن المسيح إله خلونا ناخد فيديو ونعلق عليه وبعدين نكمل مع بعض حلقتنا أستاذ محمود كلمنا حضرتك عن يعني سؤال دائما يثار ان معجزات دائما يقولون هم معجزات المسيح التي عملها ده دليل على انه اله المعجزات المعجزات التي عملها الرجل الاعمى مسح له عينه آه آه. اللي ميت دوت واحياء مش المعجزات مرة. دي كلها تدل على انه اله فكيف نرد عليه؟ اتفضل بالظبط يحضرني مثال كان بيضربه احد المبشرين م. بيقول لما بنسالهم هل المسيح قال انا الله؟ م. بيقول لو جيت مثلا دكتور مش هيمشي في الشارع يقعد يقول انا دكتور انا دكتور ولكن هتعرفوا من اعماله هو م. بيعالج الناس عرفت ان هو دكتور تمام فبيقول برضه المسيح بيعمل اعمال الهيه اللي هي المعجزات فانت هتعرفه يعمل اعمال الهيه اه اللي مم. هي المعجزات فلازم تصدقوا احنا نرد على المثال الاول ونرد من الكتاب اتفضل طب فرضنا ان واحد صيدلي مثلا بيعالج الناس وبيؤدي نفس المهمه بتاعت الدكتور ازاي فرق الدكتور صيدالي. من الشخص الصيدلي تمام اكيد على الاقل لازم يكون كل واحد معاه شهاده تفرق تمام. طب هل السيد المسيح معاه شهاده وبما تشهد هذه الشهاده لو قرانا مع بعض في انجيل يوحنا 5 36 تمام. يقول النص واما انا فلي شهاده اعظم من يوحنا لإن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. هي تشهد لي أن تشهد الآب لي. قد أرسلني، السيد آه. المسيح مع شهادة اللي هي المعجزات. لماذا تشهد؟ أن السيد المسيح مرسل من الآب. وطبعاً الآب هو الله في كتاب المقدس وده شيء مثبت من العهد القديم بس بسرعة بس كده كلمة كده معلش استفسار عن كلمة الآب دي معناها إيه؟ الآب. الآب. اصل في ناس تقولها الاب في ناس تقولها الاب لا هي آه الاب آه هي بالفتح آه لان اليهود في العهد القديم قيل عنهم في مزمور 82 6 انا آه قلت انكم الهه وبنوا العلي آه فبالنسبه لهم من الله ده الاب آه حتى كمان قالوا في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن واحد 41 كان بيقولوا ليسوع اننا لم نولد من زنا لنا اب واحد هو الله, آه الله. آه الاب يعني العلي نعم اه تفضل تمام؟ تفضل طيب وإلهية الاب مثبته في الكتاب وليكن آه مثلا في غلاطها واحد هي ليست لفظه عربيه يا دكتور لا لا هي مشتقه من اليونانيه اللي هي مش باتير مشتقه من اليونانيه هي تعريب بالظبط اللي هي آه. باتير اللي هي معناها الخاله طيب آه انا بس ليا اكثر من تعليق على هذا الفيديو آه اولا انا معجب بحفظه آه لايات الكتاب المقدس وغالبا آه يعني دي 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 حاجه كويسه قوي الحاجه الثانيه انه السؤال هل معجزات المسيح اللي عملها دليل على انه اله آه وهو اتكلم وقال انه انه المسيح قال انه الاعمال التي اعملها تشهد لي. في انجيل يوحنا اساسا هناك يعني انجيل يوحنا انجيل السبعيات يعني في سبع مرات قال الرب يسوع انا هو في في سبع مرات نجد شهود او من يشهدون عن المسيح مش بس اعماله تشهد له لكن ايضا المسيح يوحنا المعمدان شهد عن عن الرب يسوع في في انجيل يوحنا اعمال المسيح تشهد له الله الاب يشهد له الكتب المقدسه فتش الكتب لانها تشهد لي ايضا المسيح نفسه يشهد عن نفسه الروح القدس يشهد عن المسيح والتلاميذ ايضا يشهدون عن عن الرب يسوع فهناك سبعيه الشهاده الكامله عن من هو شخص يسوع المسيح أعمال الرب يسوع جزء مهم جدا لأنها بتشهد له بتؤكد صدقه بتؤكد على مين هو فعلا يسوع المسيح وهنتكلم آه هنشوف آه يعني آه آه في 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 بعد شويه هنشوف جزء تاني من الفيديو ده لكن الـ الـ طبعا آه في أكتر من من خطأ هنا آه الآب آه الآب معروف طبعا في الكتاب المقدس إن هو إشارة إلى الله يعني واحدة من صفات او اسماء الرب هو انه اب سواء بالخلق او بالفداء في العهد الجديد لكن الاب السائل بيقول له الاب يعني العلي لا هو مش العلي يعني الاب يعني اب مش العلي وهو كمان رد عليه قال له الاب اليوناني معناها بتير وبتير معناها قالب طبعا يعني ما كلفش نفسه انه بص يبص بس في قاموس آه لغوي عشان يعرف انه كلمه بتير هي نفسها كلمه اب هي آه آه والد هي آه ال يعني واحده من معانيها فهي الاب هي الاب هي, هي نفس الكلمه آه المترجمه دي كلمه يوناني بتير يوناني مترجمه من الكلمه العبري ابا بمعنى فاذر بمعنى اب بمعنى آه رب الاسره فهي آب لا تعني العلي ولا تعني الخالق هي ببساطة تعني الآب لكن الرب يسوع قال في يوحنا خمسة هو اقتبس من يوحنا خمسة وأنا أنا بس حابب أمشي شوية مع حضراتكم في يوحنا خمسة لأن يوحنا خمسة مش بس بيتكلم عن إنه أعمال المسيح تشهد له لكنه لو هو تعب شوية وقرأ يوحنا خمسة هكتشف حقائق عن المسيح عظيمة جدا بتؤكد لنا حقيقة طبيعة شخص الرب يسوع المسيح يوحنا خمسة بيكلم عن شفاء مريض بيت حسدة هذا المريض الذي كان مفلوج وكان موجود عند البركة وكان بقاله 38 سنة مريض وموجود هناك وأتى إليه الرب يسوع وسأله سؤال أتريد أن تبرأ فقال له يا سيد نعم فالرب يسوع قال له طب قم احمل سريرك وامشي. الرب يسوع عمل هذه المعجزه، الراجل طبعا حمل سريره ومشي وهنا وهنا بنشوف انه لما لما الرب يسوع قال له احمل سريرك وامشي آآ 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 الكلمه اللي قالها الرب يسوع هي الكلمه المحييه، هي الكلمه اللي فيها كل سلطان فقام الراجل دون على اساس كلمه الرب يسوع وحمل سريره ومشي لما نقرأ فيما بعد أنه الرب يسوع عمل هذه المعجزة يوم السبت ويقول لنا الكتاب في يوحنا خمسة وعدد ستاشر ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في السبت الآيات اللي بعد كده في يوحنا في يوحنا خمسة بتورينا عن الرب عن يسوع حقائق مهمة جدا أول حاجة المسيح عنده نفس حق الله في أن يعمل يوم السبت. الرب يسوع قال كده إنه إنه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا يوم في السبت فأجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. كويس؟ إنه إنه التهمة اللي اتهم بها شخص المسيح هو إنه أنت كسرت السبت. بانك انت شفيت المفلوج يوم السبت يعني مش كانوا يفرحوا انه المفلوج اللي بقاله 38 سنه قام وحمل سريره وحصلت معجزه فيمجدوا الله على هذه المعجزه لا اليهود المتعصبين قادة اليهود تذمروا قالوا للرب يسوع انت بكده كسرت يوم السبت لانه لا يحل لانسان ان يكسر السبت اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما من ما تعمل لا تعمل كل الأشياء انت وعبدك وأجيرك حتى البهيمة التي في بيتك يعني يوم السبت ده يوم مقدس جدا ان الرب يسوع عمل المعجزة يوم السبت اعتبر كسرا للمعجزة لليوم السبت رب يسوع قال لهم أبي يعمل حتى الأن وانا اعمل لما نقرأ الاجزاء اللي بعد كده نقول نعرف انه العباره اللي قالها الرب يسوع دي آه نرفزت اليهود يعني يعني جعلتهم يفهموا ان الرب يسوع آه شخصيه آه غير عاديه انه انه شخص بيقول حاجات وبيدعي حاجات عن نفسه مش ممكن ابدا انسان عادي يقولها لانها في نظرهم هي هي تجديف اللي قاله الرب يسوع في نظر اليهود هو تجديف المسيح عادل نفسه بالله قال لهم ايه ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر يعني اول كانوا بيطلبوا ان يقتلوه دلوقتي بعد العباره دي اللي قالها ابي يعمل حتى الان وانا اعمل بدا اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت مش بس نقد السبت يعني نقضت السبت دي آه القتل فيها مطلوب لكنه الافظع من كده والاكبر من كده انه قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بايه؟ بالله. الرب يسوع بالعباره دي ابي يعمل حتى الان وانا اعمل جعل من نفسه معادلا لله. ازاي بقى اليهود فهموا؟ ودي ده سؤال الم المهم ازاي اليهود فهموا من قول الرب يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل طبعا احنا النهارده بنقراها ويمكن بنطرح بعض الاسئله او بيكون عندنا بعض الاستفسارات او حتى بنقراها بدون فهم لبعدها لكن هذا النقاش اللاهوتي المهم جعل اليهود ينظرون للمسيح على انه مجدف لان المسيح ادعى أنه معادل يعني إيه معادل لله يعني مساوي لله يعني, يعني هو والله واحد أنه جعل نفسه معادل لله وهنا أجل للإخوة المسلمين اللي دايما يقولوا أن الرب يسوع لم يقل أنه إله اليهود فهموا من كلام المسيح اليهود فهموا من كلام المسيح أنه جعل نفسه معادل لله وأن ما يقوله عن نفسه إنما هو تجديف في نظرهم لانه جعل نفسه مساويا لله طيب يجي السؤال اللي قاله الرب يسوع في هذه العباره جعل اليهود يفهمون انه بيجعل نفسه معادلا لله كان في نقاش تعرفين لما بنقرا بالاخص الكتابات اليهوديه الفتره اللي هي قبل الرب يسوع وفي وقت الرب يسوع وبالاخص كتابات التلمود والمشنة والاشياء والكتابات التفسيرات لعلماء اليهود اللي كانت موجوده في ذلك الوقت نعرف انه كان في نقاش لاهوتي في اليهوديه عن يوم السبت ويوم السبت يعتبر يوم مقدس جدا وحتى يعني اللي يعرف انه بيعيش في مجتمع لو في يهود حواليك يعرف انه انه حتى يعني كل شيء بيتساءلوا هل ده كسر للسبت ولا مش كسر للسبت؟ يعني في احدى المستشفيات في كاليفورنيا تعتبر مستشفى كبيره لليهود يوم السبت اليوم الوحيد اللي فيه الاسانسير بيتحط اوتوماتيكلي انه يقف في كل كل دور يعني يعني الايام العاديه لو رحت المستشفى وعايز تطلع الدور الخامس تدوس على الزرار الدور الخامس يطلعك دور الخامس، عايز العاشر تطلع الدور العاشر، لو رحت يوم السبت تجد ان الاسانسير الزراير ما بتشتغلش، الاسانسير هيطلع بيك كل دور ويقف كل دور ويقف كل دور وانت تطلع الدور اللي انت عايزه، ليه؟ لانه لألا يكون الدوس على الزرار هو كسر للسبت فعملوه بالشكل ده، إلى هذه الدرجة هم بيقدسوا يوم السبت. كان في نقاش لاهوتي أيام الرب يسوع وما قبل فترة الرب يسوع عن عن يوم السبت. وهذا النقاش هو هل الله الذي أعطى السبت؟ لأن الوصية دي هي الوصية إلهية، هي واحدة من ضمن الوصايا العشر، فهل الله الذي أعطى السبت للإنسان؟ هو بيحفظ السبت ام انه بيكسر السبت يعني هل الله بيقوم بعمل يوم السبت ولا الله ما بيقومش باعمال يوم السبت وطبعا احنا ممكن يعني نسمع الكلام ده نقول ايه الكلام ده يعني الناس دي فاضيه لدرجه هي مش فاضيه هي ده, ده, ده نقاش لاهوتي ده, ده, ده فكره لاهوتيه ووصل علماء اليهود الى اقتناع ما هذا الاقتناع انه الله لا يخلق يوم السبت عمل الخلق توقف وأن الله لا يخلق يوم السبت لكن الله يقوم بعمل العناية يوم السبت هو يعتني بخلقته يوم السبت هو لو لو عندي يعني جرح في ايدي وده اللي كان يقول علماء اليهود انه لو عندي جرح في ايدي الجرح ده مش هينتظر ليوم الحد علشان يبدا يشفى الجرح ده جزء من عنايه الله انه هيبدا يشفى من يوم السبت هناك عنايه الله بيهتم بالطبيعة الله بيهتم بالكائنات الله بيهتم بخلقته الله بيهتم بالطيور وبالسمك وبالإنسان وبالحيوان الله بيهتم هناك العناية الإلهية أنه موجودة يوم السبت فالله بيعمل يوم السبت بس عمل الله هو العناية بخلقته فالله لا يخلق لكنه يعمل يعتني يوم السبت ولما يجي بقى الرب يسوع ويقول لهم أبي يعمل هم عارفين أن الله بيعمل يوم السبت أبي يعمل هو بيعمل يوم السبت هو بيهتم بخلقته يوم السبت وأنا أعمل الشخص الوحيد الذي يعمل يوم السبت هو الله لما ياتي الرب يسوع لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فهو جعل نفسه معادلا لله اعطى نفسه الحق انه يعمل يوم السبت كما ان الله له الحق ان يعمل يوم السبت وعشان كده يقول لنا الكتاب انه ان اليهود لما سمعوا الكلام ده يعني في الجزء ده انه فمن فمن اجل هذا من اجل الكلام اللي قاله ده كان اليهود يطلبون اكثر لانه في نظرهم مش بس كاسر للوصيه في نظرهم صار مجدف. ليه؟ لانه لم ينقض فقط السبت بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله أن المسيح جعل نفسه معادل نفسه لله المسيح كمان عنده في يوحنا خمسة وبدأ بقى الحوار ما بين الرب يسوع وما بين اليهود عشان كده يوحنا خمسة ده مهم جدا وأنا كنت أتمنى للإخوة اللي, اللي كانوا بيتكلموا آه والأخ محمود إنه إنه مش بس يقرأ لينا إنه الأعمال التي أعطاني الآب هي تشهد لي آه لكنه كان كان يقرأ الجزء كله آه وحديث الرب يسوع مع اليهود وإعلاناته عن نفسه الواضحة والصريحة عن طبيعته وعن شخصه الموجودة في إنجيل يوحنا وأصحاح خمسة. المسيح أيضاً في إنجيل يوحنا أصحاح خمسة مش بس جعل نفسه معادلاً لله لكنه أيضاً أعطى نفسه صفة إنه يحيي إنه انه كما ان الاب يقيم ويحيي كذلك الابن ايضا يقول كده في يوحنا 5 و 21 لانه كما ان الاب يقيم ويحيي ونعرف انه من خلال العهد القديم الله وحده هو الذي يحيي لا يستطيع احد ان يحيي الا شخص الله فصفه القدره على الاحياء هي صفة خاصة بشخص يهوى لكن الرب يسوع هنا بيقول لهم ايه؟ قال انه كما ان الاب يقيم ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء الابن يحيي من يشاء يحيي من يشاء لانه كما ان الاب له حياة في ذاته كذلك الابن ايضا ايضا ان تكون له حياة في ذاته بمعنى ايه؟ بمعنى انه حياة الابن ها؟ ليست معتمدة ولم ولا يوجد لها يعني منبع او او مصدر، هو 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 له الحياة في ذاته، هو في حياته وفي وجوده غير معتمد على شخص، يعني احنا في وجودنا وحياتنا معتمدين على شخص الله، الله هو اللي اوجدنا، الله هو اللي نفخ فينا نسمة حياة. الذي به نحيا ونتحرك ونوجد زي ما بيقول الكتاب لكن الرب يسوع موجود بذاته فكما ان الاب موجود بذاته كذلك ايضا الكلمه يسوع المسيح موجود بذاته عشان كده قانون الايمان يقول لنا انه مساوي لل لله في الجوهر هو مساوي نفس الجوهر موجود بذاته وعشان كده هو عنده القدره على انه يقيم وايه ويحيي زي ما قلت انه الاحياء دي آه القدرة على الاحياء دي عطيت ده ده دي صفة الله ده ده شيء مختص به الله وحده والرب يسوع مش بس قالها في يوحنا خمسة لكن كمان قالها في يوحنا 11 وقال لمريم هذه الكلمات قال لها يسوع انا هو القيامة والحياة من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد، اتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم. المسيح هو القيامه والحياه. اليهودي لما يسمع الكلام ده غير لما انا النهارده بسمع الكلام ده او غير لما الاخ المسلم يسمع الكلام ده، لانه الكلام ده كله مرتبط بالعهد القديم. ولما المسيح يعطي لنفسه صفة القدرة على الأحياء هو بيرجعهم للعهد القديم لأن هم عارفين من العهد القديم انه يهوى فقط هو اللي عنده القدرة على الأحياء وحتى لو درسنا إنجيل يوحنا كل المعجزات اللي عملها الرب يسوع وكل الاعلانات عن نفسه انا هو هي بيرجع اليهود للعهد القديم ويقول لهم ان كل ما قاله يهوى عن نفسه الله عن نفسه انا بقوله بقوله هنا انا هو نور العالم الرب في العهد القديم قال انه الرب نوري وخلاصي هو, هو 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 النور وهو هو وحده النور فكل حاجه بتتقال بيقولها الرب يسوع بيقولها واليهود يفهموها بنظرتهم ومن خلال دراستهم للعهد القديم لما نيجي بقى لله في العهد القديم وقدرة الله على الإحياء ونقول إنه العهد القديم بيأكد لنا مرات ومرات إنه وحده يهوى هو الذي يستطيع أن يقيم وأن يحيي ليس فقط جسديا لكن أيضا روحيا وفي يوحنا خمسة الرب يسوع أيضا اتكلم عن أنه يقيم روحيا ويقيم أيضا جسديا هو وحده اللي عنده القدرة على أنه يصنع هذه القيامة أنه يقيم الأموات في الخطية روحيا ويقيم أيضا الأجساد المائدة شوفوا في سفر التثنية وفي أصحاح 32 وفي عدد 39 يقول إيه انظروا الآن، الرب هنا اللي بيتكلم أنا أنا هو أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأيه؟ وأحيي، يبقى هو وحده اللي عنده القدرة على إنه يميت ويحيي، والرب يسوع قال إنه الابن يحيي من يشاء فكما أن الآب يقيم ويحيي، الابن أيضا يحيي من يشاء وهنا في العهد القديم يقول الرب عن نفسه: أنا أنا هو وليس إله معي أنا أميت وأحيي سحقت وإني أشفي وليس من يدي مخلص يعني أنا المخلص الوحيد أنا المخلص الوحيد لو رحنا بقى إلى القيامة الروحية القيامة الروحية ودي موجوده في حسقيال 37 لما الرب اخذ حسقيال وورى له عظام وقال له اتحيا هذه العظام فقال له آآ آآ يعني تنبا على هذه العظام فتنبا فصارت جيش عظيم جدا وبعدين الرب يسوع الرب سوري الرب في في العهد القديم طبق هذا على اقامته لشعب اسرائيل روحيا فقال ايه في سبعة 37 وفي عدد 12 الى 14 هكذا قال سيد الرب هأنذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي يعني انتم ميتين روحيا زي ما انا اقمت العظام اليابسه ها واقمتها وجعلت منها جيشا عظيم انا ايضا عندي القدره على اني اصعدكم من قبوركم يا شعبي واتي بكم الى ارض اسرائيل لانهم بسبب الخطيه كانوا في السبي كانوا في بابل مسبيين وقعدوا في بابل سبعين سنه فتعلمون اني انا الرب عند فتح قبوركم وإصعاد اياكم من قبوركم يا شعبي واجعل روحي فيكم. فتحيون واجعلكم في ارضكم فتعلمون اني انا الرب تكلمت وافعل يقول الرب يبقى الله في العهد القديم يقيم جسديا ويقيم ايضا روحيا والرب يسوع في يوحنا خمسه هو ايضا يقيم روحيا شوفوا هنا روحيا في اصحاح خمسه يقول في عدد 24 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة دي الإقامة الروحية إن الإنسان لما يسمع كلام المسيح ويفتح قلبه ليسوع المسيح ويقبل يسوع المسيح مخلصا ورب على حياته ينتقل من الموت لأن أجرة الخطية إلى موت هي موت ولأنه الإنسان الخاطي هو ميت بالذنوب والخطايا فينتقل من الموت إلى الحياة ورب عمل كده في حياتنا وبيعمل كده في حياة كثيرين رب النهاردة بيقيم كثيرين أموات بالخطايا والذنوب هؤلاء إذا استمروا في خطاياهم يموتوا أيضا موت أبدي لكن الرب النهاردة بيفتقد وبيقيم وبيحي أنا عارف أنه كثيرين من المشاهدين اللي بيشاهدونا في كل مكان اختبروا نعمة الله المخلصة لحياتهم اتنقلوا من الموت إلى الحياة اتنقلوا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته كانوا عبيدا لفكر شرير ولتعاليم شريره وعبيد للخطيه. لكن النهارده صاروا ابناء لملك الملوك ورب الارباب. لان كل من قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه. الرب يسوع بيقيم جسديا ويقيم ايضا روحيا، الصفه التي اختص بها الله ذاته في العهد القديم. نراها بكل وضوح في شخص الرب يسوع الإله الذي أيضا في أعمال عشر يقول لنا رسول بولس عن الله أنه أيضا يحيي الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض أنا يعني بكلمهم عن يسوع المسيح عن الـ الـ الهيكل او الـ المعبد اللي كانوا عاملينه وكاتبين عليه للاله المجهول، قال لهم هذا الاله انا جاي ابشركم به انه يسوع المسيح. هذا الاله هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء، اذ هو يعطي الجميع حياه وايه؟ نفسا، هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء. طيب المسيح ايضا في يوحنا خمسه مش بس انه معادل لله ومش بس انه هو ايضا رب السبت وليس فقط هو الذي يحيي والذي يقيم روحيا وجسديا لكنه ايضا هو الديان. واحنا كاننا بنتكلم عن شخص الله والمسيح يحتوي في ذاته كل صفات وكل اعمال الله. المسيح هو الديان أن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة كل الدينونة للابن هيأتي وقت عندما يأتي الابن في مجيئه الثاني لكي ما يدين الأحياء والأموات ويا بخت الإنسان الذي قبل المسيح في حياته الآن لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع لكن سيأتي وقت عندما يأتي المسيح كديان وقتها تقول كلمة الرب عن الأشرار والخطاة أنهم يأكلون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش إنه هذا اليوم يوم رهيب المسيح أيضا له نفس إكرام الله الآب لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الاب نفس الاكرام من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي الذي ارسله فمعجزات المسيح هي تاكيد على انه على ان ما قاله يسوع عن نفسه هو حق وصادق طيب خلونا ناخذ مداخل خلونا ناخذ مكالمه من اخ زيتوني الو 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 اهلا وسهلا بك اخ زيتوني ديك يعيشك بالله في آه نجيب مكه انت تقول بان المسيح الناسوت هو الله هو النسوت الكامل أو اللاهوت الكامل اولا ولكن عندما اذا كان الابن هو عقل الله الابن الاب والابن والروح القدس الابن هو الله هو عقل الله آه ولكن عندما نقرا في مكه الإصحاح أه أه 13 والآية كثير ماذا يقول؟ الآن لا نتكلم، نتكلم نشوزا أو لاهوتا، وأن ذلك اليوم، أي عندما يتكلم عن علامات نهاية الزمان، وأن ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم به ما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا أنت تقول للابن إن الله يقول ذلك الساعة أن يعني الابن لا يعلم يعني تلك الساعة أولا إن الآب اسمع يقول إن الله هو يقول إن الله يعلم يعني هذه طيب الساعة. السؤال الثاني السؤال الثاني طيب خليني خليني بس اجاوبك اه اوكي خليني اجاوبك على السؤال الاولاني خلينا اجاوبك على نأخذ سؤال سؤال اولا اولا أوكي. قبل ما اجاوبك على السؤال الاولاني قول لي إيه رأيك في الكلام اللي قاله الرب يسوع عن نفسه في يوحنا خمسة. يوحنا آه يوحنا آه الرب يسوع قال في آه 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 يوحنا خمسة آه آه كلام عن نفسه اليهود نفسهم فهموا من كلامه أنه جعل نفسه معادلا لله. إذا كان معادلا لله، إذا كان هو معادلا لله، لماذا لا يعزم الساعة؟ طيب بس يعني هو الكلام اللي قاله عن نفسه ده يبقى كذب مثلا؟ في وجهة نظرك؟ اي انه هو ليس الله بل انه نبي نبي ليس الله اذا كان هو الله okay. اوكي اذا 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 كان أعمل. هو اذا كان هو نبي اذا كان هو نوي. نبي نبي اوكي okay. ثواني خليني خليني بس خليني أنا. انا همشي معاك واحدة واحدة إذا كان المسيح نبي كويس ليه ليه المسيح وحده أعطاه الله أن يقوم وأن يعمل وأن يظهر الصفات التي لا يوجد منها في إنسان إلا شخص الله ليه الله اختصه هو بهذه الأشياء ليه ما اختصش رسول الإسلام بأشياء مثل هذه كويس ليه 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 ما ادهوش إنه هو يقيم ليه ما ادهوش إنه هو يعني يبقى الديان اللي ياتي ليه الله اختص المسيح بهذه الصفات التي لا يمكن ان توجد في انسان لكنها فقط في شخص الله، من الذي له القدره على ان يحيي ويقيم؟ اليس الله؟ وهذا ايضا ما يؤكده القران والاسلام. لماذا الله اعطى صفه من صفاته لا يمكن ان تكون في بشر اعطاها للمسيح؟ اذا خب... انا بس بتكلم دلوقتي على لو لو مشيت معاك على انه نبي. ليه؟ ما الذي في المسيح يجعله يكون مميز؟ عن كل الأنبياء وكل الرسل الذين أتوا قبل أيوة أنا سامعك هل هل تقصد بإحياء الموتى في آية القرآنية الذي قال وأحيي الموتى إني أخلق لكم من الطين تقصد هذه الآية؟ أوكي إذا إذا كان المسيح يخلق وكلمه يخلق انت عارف معنى كلمه يخلق سواء بالعربي او باللغه, باللغة بتاعتها الاصليه، يخلق يعني انه انه يصنع شيئا لم يكن موجودا. كويس؟ يخلق من الطين، ثواني يخلق. يخلق من الطين اذا خدت خدت دي حتى يعني مع انه دي مش موجوده عندنا في الكتاب المقدس، لكنه ماشي هاخدها معاك، يخلق، لماذا لم يخلق رسول الاسلام اي شيء؟ وانت وانت بتقول انه هو خاتم مثلا المرسلين لماذا خاتم المرسلين ليست عنده ولا صفه ولا قدره على ان يصنع ما صنع يسوع المسيح في حياته اولا عندما تقول يخلق كلمه خلق انشا او احدث كما المسيح يحدث او ينشئ من الطين ما معنى من الطين من اهل الطين ومن البشر الذين مخلوقون من الطين اني أُنشئ لكم اني اخلق لكم من الطين كي ينشئوا ان اناس ربانيون اي روحانيين فأوضوا فيه ماذا ينفق المسيح؟ ينفق كلمه الله معرفه okay, الله اوكي خلينا ثواني ثواني انا همشي بس انا 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 حابب النقاش معاك بالراحه بس عشان كمان المشاهدين يعني يتابعوا هذا النقاش انا ما زلت بسال سؤال لماذا لم يقم رسول الاسلام واحده من المعجزات التي صنعها المسيح أوكي. لماذا ثواني ثواني لا س... ما تقولش عمل المسيح انت اقرا الاناجيل هتعرف انه كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس تعرف انه كان عنده ثواني ثواني خلص بس نقطتي تعرف انه كان عنده سلطان حتى على الطبيعه تعرف انه كان عنده سلطان انه يغفر الخطايا تعرف انه كان عنده سلطان انه يقيم من الموت حتى الذي أنتن وكان في القبر ميت بقاله اربعه ايام اقامه المسيح تعرف انه الرب يسوع صنع كل هذه المعجزات بكلمه بكلمه وبلمسه المسيح لم يكن كالية او اليشع الذي قعد يصلي ويطلب من الرب ويتضرع الى الرب انه يصنع معجزه، لكن المسيح كان بكلمه سواء عن قرب او عن بعد، المسيح كان يسير على المياه، المسيح كان يامر الريح والبحر فيطيعه، المسيح صنع كل هذا، انا ما زلت بسال لماذا اختص الله المسيح يسوع بكل هذه الأعمال ولم يختص بعمل واحد منها لرسول الإسلام أولا عندما تقرأ كتاب المقدس أو الأنجيل عندما تقرأ الأنجيل وتقرأ القرآن الأنجيل قد شوهت سمعة المسيح عندما يكون في أنجيل لوقا والأفحاح الثانية والألف 19 ماذا يقول الأنجيل الأنجيل ماذا تقول وجاء هو وقال يسوع ارفق بك الهاك كما تقولون اكرم أباك وامك كي تكون حياتك ولكن عندما نقرا الانجيل لما راى ان المسيح الذي تكلم بهذه ماذا نقول وجاء اليه امه و ثواني ثواني انت ما تطلعنيش برا الموضوع ده لانه لانه الموضوع ده اساسا يعني آ... 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 مع انه مهم بس هو مش 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 موضوعنا لانه لانه حتى المعنى آ... البسيط اللي ممكن تستق... تطلعه من ال... من النصوص دي انت مش عايز تقبله يعني ال... 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 كان المسيح بيقول انه أب... امي واخوتي هم الذين يسمعون يعني دم... يعني د... لو قريت الاناجيل كلها تعرف انه اهتمام الرب يسوع ازاي بامه الى اخر لحظه حتى وهو على الصليب يعني يعني ف... فده موضوع م... مش م... هيطلعنا بره اللي احنا بنناقشه لكن انا عايز ما زلت انت لم تجاوبني على سؤال واحد لماذا لم يستطع رسول الاسلام ان يقوم بمعجزه واحده من المعجزات التي صنعها المسيح لماذا نكون على الصليب؟ لماذا الناس ملعونا؟ لا ده ب... خلاص اوكي طيب آه يعني آه اعرف كأنه انه حضرتك ما عندكش رد، ما عندكش رد على هذا السؤال لانه فعلا آه 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 المعجزات في حياه الرب يسوع آه وهتكلم عن عن الجزء ده في في, ال في الوقت اللي جاي، لكن المعجزات في حياه الرب يسوع كانت دليل وبرهان على صدق كل ما قاله يسوع المسيح عن نفسه وأما بقى موضوع مجيء المسيح الثاني وتلك الساعة فإحنا إحنا اتكلمنا فيها قبل كده لكن قلنا أن المسيح في الناسوت أعطى الآب الحق المطلق في أن يكون هو صاحب الإعلان عن ساعة مجيئه وعن إعلان وقت مجيئه وليس كيعني الرب يسوع هو أعطى هذا الإعلان ها أعطى هذا الحق للآب في تواضعه وفي أيضا تكميله للخلاص وللفداء الذي صنعه طيب خلينا نشوف فيديو الجزء الثاني من الفيديو ونرجع نتكلم عن معجزات الرب يسوع شاهد في هذا النص أن السيد المسيح يقول الأعمال التي أعطاني الآب أي أعطاني الله لأكمل هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني تمام يبقى الاعمال السيد المسيح بيستشهد بيها ان آه. هو مرسل من الله تمام. النقطه رقم اثنين يعني النبي عليه الصلاه والسلام رد عين ابي قتاده نعم هل النبي عليه الصلاه والسلام بعد رد عين ابي قتاده والله والله واصبحت والله والله. هل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اله الله. رد عينه واصبحت الله. افضل من العين الاخرى بالفعل. عين وقعت على الارض شالها وحطها له عندما نبع الماء من اصابع بين اصابع النبي عليه الصلاه والسلام وسال الناس من الميه ما بين اصابعهم هلا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اله ابدا <applause> طيب احنا أبداً. قلنا ان ممكن الصيدلي يعمل برضه نفس اعمال الدكتور تمام فتعال نشوف برضه نفس الامر في الكتاب المقدس في انجيل متى 24 24 انت نص حافظ انت, إنت قاعد تقول من دماغك انت اه لا. لا. <تصفيق> <تصفيق> الموضوع ده يا اخوانا الله يجازيكم بخير يا رب النص يقول لانه سيقوم مسحاء كذبه آه. وانبياء كذبه ويعطون ايات عظيمه حتى يضل لو امكن المختارين ايضا مين اللي هيدوا المعجزات دول الانبياء الكذبة آه. فاذا كانت المعجزات دي ما خلتش الانبياء الكذبه انبياء صادقين آه. يبقى هتجعل من المسيح اله الله يفتح عليك يعني لو كانت هتجعل من المسيح اله على الاقل اللي كانت جعلت من الانبياء الكذبه انبياء صادقين تمام تمام لكن هذه المعجزات ابدا المعجزه ليست دليلا على الالوهيه ابدا واكد طبعاً. على كده الرسول بولس كان رسول سيدنا صالح بقى صحيح. كان زمانه ده اله الاله صخره شاء الله. يطلع منها جمال. ناقه ناقه ووراها الفصيل <تصفيق> بالفعل <تصفيق> في حد عبد سيدنا صالح يا اخوانا؟ <applause> لا ابدا طب <طبعاً> كويس والله <تصفيق> أه. <تصفيق> اكد على ذلك برضه الرسول بولس لو كان, كان بولس معاهم كان خلاهم عبدين اه ما شاء الله عليه تمام راجل محترف في كورنثوس الثانية 12 12 يقول إن علامات الرسول علامات مين يا شيخنا؟ الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات آه. يبقى الآيات والعجائب والقوات دي من علامات مين؟ تمام. من علامات الرسول وليست من علامات الإله. طيب احنا شفنا الجزء دون من الفيديو آه، وانا بس في ردي هقول اول حاجه انه اتكلم عن معجزات الانبياء والانبياء الكذبه واختلافها عن آه، آه، معجزات الرب يسوع لكن لما بيتكلم عن ابو قتاده ومعجزات الرسول والعين اللي وقعت وشالها بترابها وحطها دي كلها بحسب حتى العلماء كلها اساطير لانها لم تذكر اي واحده منهم في القران وبالتالي ومعروف انه الرسول لم يصنع ولا معجزه واحده في حياته وكل دي مجرد اساطير اتكتبت 200 سنه بعد بعد موت رسول الإسلام وبالتالي هي عبارة عن مجموعة من الأساطير كل شهود العيان كانوا ماتوا وليس لها أي مصداقية تاريخية أو أي مصداقية حتى واقعية الحاجة الثانية بيقول أنه إذا كانت المعجزات لم تجعل من الأنبياء الكذبة أنبياء صادقين إيه علاقة دون باللي احنا بنقوله يعني هل هل المعجزات هتجعل من الأنبياء الكذبة انبياء صادقين بالعكس ده المعجزات اللي ممكن يعملوها هم يعملوها لاجل ضلاله الناس لكي يضلوا الناس فبالتالي دي هت يعني هتزود ضلالهم وليس تنقص من منه خليني اروح للجزء اشوف الموضوع بتاع آه وكمان هتكلم عن علامات الرسل لانه هو بيقول علامات الرسل آه يعني الايات والعجائب والقوات دي دول رسل المسيح دول مش اي رسل دول رسل المسيح. آه خلينا اروح واشوف الانبياء الكذبه ومعجزه، هل النبي الكاذب يستطيع ان يصنع معجزه؟ وهل دون آه هذه المعجزات دليل مثلا على آه قدرته على آه شيء في شخصه؟ معروف انه الكائن العظيم الذي خلقه الرب وكان مبهرا في جماله وكان مبهرا في عظمته هو ابليس قبل السقوط فهو يعتبر كائن في قدرته وفي امكانياته يعني فوق البشر وصار رئيس للملائكه وعندما سقط سقطت معه ايضا ملائكه كثيرين فصارت ارواح شريره فهناك مملكه من الظلمه يرأسها رئيس هذا العالم ابليس ويستطيع ان يفعل بعض الاشياء وليس كل الاشياء. الرب يسوع قال انه سيقوم مسحاء كذبه وانبياء كذبه ويعطون ايات عظيمه وعجائب. ده اللي قاله رب يضل حتى يضلوا لو أمكن يبقى هدف المعجزات اللي بيعملوها هو أنه يضلوا ولو أمكن مين أنه يصنعوا حاجة مش حقيقية فيضلوا بيها الناس البسطاء المختارين وكمان في تسالونيك الثانية وأصحاح اثنين وفي عدد ثمانية وتسعة بيقول لنا ما حينئذ يستعلن الأثيم كويس الذي اللي هو ضد المسيح الرب الذي يبيده الرب بنفخة فمه ويبطل بظهور مجيئه الذي ب... الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب كاذبة يعني لما يجي هذا ضد المسيح بقوة الشيطان هيقدر يعمل آيات وعجائب كاذبة لو رحنا أديكم مثل بسيط من القدرة الشيطانية على فعل المعجزات لو رحنا الى عرفوا مصر وعارفين احنا عرفوا فرعون ونقرا عنهم كتير وموجوده في سفر الخروج ابتداء من اصحاح 6 الى اصحاح 12 او 13 بنجد عرّفوا مصر وسحره مصر كيف كانوا يصنعون معجزات. فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحره ففعل خلوا بالكم فعل مصر أيضا بسحرهم كذلك يعني موسى رمى العصا صارت حية سحرة مصر رموا العصيان بتاعتهم فصارت حياة فصارت العصا ثعبين ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون ولم يسمع لهما كما تكلم يعني العمل سحرة فرعون شدت قلب فرعون على انه يطلق شعب الرب واعتبر انه الايه اللي عملها موسى وهارون دي احنا نقدر نعمل نعمل زيها كويس الايه الثانيه في خروج ايضا آه سبعة وفي عدد واحد وعشرين ومات السمك الذي في البحر نتيجة الدم إن المي المية صار الدم ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر وكان الدم في كل أرض مصر وفعل خلوا بالكم عملوا إيه وفعل عرافوا مصر كذلك إيه بسحرهم يبقى عرافوا مصر فعلوا كده بسحرهم ال آه النقطة اللي بس اه النقطه اللي بعد كده اللي عايز اتكلم عنها انه انه عرفوا مصر قدرتهم محدوده يعني هم وصلوا الى الضربه الرابعه وكانوا كل مره بيحاولوا يقلدوها بيحاولوا يعملوا واحده زيها بعد كده قالوا له بص احنا ما نقدرش قالوا الفرعون اللي بيعمله موسى ده اكبر من امكانياتنا واعظم من قدراتنا احنا ما نقدرش نتخطى في عملنا هذه الاعمال العظيمه وعشان كده لو روحنا نشوف محدودية عراف مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض حاولوا يخرجوا البعوض اللي أتى على أرض مصر فلم يستطيعوا يبقى القدرة بتاعتهم قدرة محدودة وكان البعوض على الناس وعلى البهائم فقال العرافون لفرعون هذا اصبع الله اعتراف منهم ان هذه اصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم وايضا نقرا في الايه اللي بعدها ولم يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل لان الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى يبقى احنا عارفين انه ال ال الشيطان يقدر يصنع ايات وعجائب لكن هذه القدره هي محدوده لكنها للاسف تستطيع ان تضل كثيرين لما الناس تشوف حاجه مبهره حصلت الناس دايما تجري وراء المبهر وممكن ابليس يستطيع انه يصنع ايات وعجائب وبيها يبهر الكثيرين لكن هذه القدره محدوده ورايناها بالضبط في عرافو مصر من خلال سحرهم الذي عملوه فهناك فرق كبير انه المعجزات اللي عملها الرب يسوع معجزات آآ آآ غير محدوده معجزات لم يحدها لا انسان ميت لسه ميت ولا انسان بقاله له اربع ايام ميت لا انسان آآ آآ عنده البرس ولا إنسان مفلوج بقاله 38 سنة إنه الرب يسوع استطاع أن يصنع كل المعجزات لم, يست... لم يوجد أمر واحد استطاع أن يقف يسوع المسيح أمامه عاجزا الموت استطاع عليه الطبيعة استطاع عليه المرض قدر عليه الأرواح الشريرة أخرجها بكلمة كل شيء كان الرب يسوع بيصنعه ماذا عن معجزات الرسل بيقول انه بقى علامات الرسل هي ايات وعجائب ومعجزات شوفوا الايه دي بتتكلم اللي هو اقتبسها في كور من كرونسوس هي بتتكلم عن علامات الرسل رسل المسيح مش بتتكلم عن على اي علامات اخرى او اي رسول اخر الوحيد الذي عاش على هذه الارض خلونا اقولها بكل صراحه الوحيد الذي عاش على هذه الارض واعطى تلاميذ القدرة على صنع المعجزات هو شخص يسوع المسيح. لم يوجد نبي يعني يعني موسى لم يستطع ان يعطي يشوع قدرة على صنع المعجزات، الله اعطى ليشوع القدرة. كويس؟ ولا إلي لم يستطع ان يعطي اليشع، الله هو اللي اعطى اليشع ضعفين من الروح القدس، فاستطاع ان يصنع معجزات. لم يوجد على هذه الأرض إنسان نبي أو حتى ملاك حتى الملاك كويس لم يوجد إنسان أو نبي استطاع أن يعطي تلاميذه أو أشخاص القدرة على صنع المعجزات إلا يسوع المسيح وحده وقام وأقام إثنى عشرا ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء المرضى واخراج اعطاهم سلطان يعني ايه اعطاهم سلطان؟ ده الذي يعطي هو الله مش 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 انسان لانه هو الكلمه المتجسد لانه هو الله الذي ظهر في الجسد فاستطاع ان يعطي التلاميذ من عنده هو الحامل في ذاته كل القدرات الخارقه الالهيه لانه هو والاب واحد كمان ودعا ال عشر وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بذيت مرضى كثيرين فشفوهم يقول الكتاب أيضا فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا بإيه؟ باسمك باسمك ها أنا ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة، الرب يسوع بيقول لهم والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماويات. المسيح زي ما قلت هو الشخص الوحيد في كل التاريخ البشري الذي أعطى التلاميذ سلطان على عمل المعجزات. هذا الامر لم يفعله من قبل اي نبي او اي شخص او اي ملاك اعطاهم يسوع اعطى يسوع لتلاميذه القدره على صنع المعجزات واعطاء هذه القدره دليل على انه هو مصدرها هو مصدرها الناس كانت بتخرج تشفي باسم الرب يسوع فالرب يسوع في صنع المعجزات اعلن أن كل ما قاله عن نفسه أنه هو الكلمة المتجسد أنه هو والآب واحد أنه منذ الأزل وإلى الأبد حق وصدق عزيز المشاهد نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم